مرحبا، معكم فرح وكميك اب ارتست. دايما بتوصلني اسئله من ناس بلشوا بهالمجال ومحتارين شو الادوات يلي بيحتاجوها. اذا حابين تعرفوا الاساسيات يلي لازم تكون معكم بشنطه المكياج تابعوني. قبل ما نحكي عن المستحضرات بدنا نحكي عن الشنطه يلي لازم تكون متينه لنتنقل فيها ويكون فيها اقسام للتنظيم. خلوا معكم ملف يكون فيه عقود، فيس شارتس والبزنس كاردز. أكيد ما فينا نعمل شيء من دون الفراشي والسبونجز. رح تحتاجوا لأدوات تعقيم للتنظيف بين كل استخدام والديسبوزبلز للمحافظة على معايير السلامة. لتحضير البشرة قبل ما نبدأ الجلسة رح نحتاج لكريم لجميع أنواع البشرة، مرطب شفاف وبرايمر. لنبدأ بالأساس بنصح باستخدام عجلة الكونسيلر أو الباليت لأنه فينا نخلطهم لتناسب أي بشرة. بالإضافة ممكن نستخدمهم ككونسيلر وما بننسى الكولر كوركتر. من الأشياء المهمة اللي بنحتاجها بودرة مثبتة، بلاش، كونتور، برونزر وأكيد الهايلايتر والسافيت سبراي. وبننتقل للعيون والحواجب يلي ممكن نستخدم لها باليت مثل هيك فيها كل أنواع الشعر والبانز اللي ممكن نعبيها ونستبدلها. وكمان في عنا المسكارا تبعت الحواجب والآي برايمر وبدنا آي شادوز بألوان طبيعية، ألوان سموكي وملونة. وكمان بنحتاج للكحل والآيلاينر، سائل وجل ومسكارا عادية وكمان واحدة مضادة للماء إلى رموش وصمخهم. بليل الشفايف رح تحتاجوا أقلام تحديد، مات لبستيكس، بلمعة وليب باليت. وهي كانت صورة عامة عن أهم الأشياء. بلشوا بأي شيء عندكم إياه ورح تبني العدة مع الأيام. أعملوا بشغف وبتمنى لكم تحققوا كل أحلامكم.